عجوز عمرها 70 سنة متهمينها بجريمة قتل. حكت للقاضي والله العظيم أنا بريئة. حكالها القاضي بس كل الأوصاف من طبقة عليكي. سألت شو هي الأوصاف؟ حكالها بنت رشيقة وجميلة وجذابة. طبعا هي تبسمت وقالت له والله ما كنت ناوية أقتله. واحد ضاع جواله بالشغل، رجع على البيت لقى مرته بتعيط واخوها بسكت فيها، قالهم خير يا جماعه ايش في؟ رد اخوها وقال له ولك عين تسال، مش انت بعثت لها رساله وطلقتها وقلت لها بس ارجع البيت ما بدي اشوفك فيه؟ صار يحلف انه جواله ضاع بالشغل، اخذ جوال مرته وبعت رساله للحرامي مكتوب فيها سرقت جوالي وقلنا مش مشكله بس اطلق مرتي ليش. رد عليه الحرامي وقال له يا اخي مرتك من الصبح موتتني رسائل، امك عملت هيك جيب معك وين انت وقت الجاي، قلت اطلقها ورايحك منها. رد عليه وقال له فعلا انك حرامي وفاعل خير،